الشلالات واحدة من أكثر مناطق الجاذب الطبيعية وأكثرها إثارة، ومن المدهش مشاهدة المياه للضفة من المنحدرات الصخرية، وبجانب المظهر الجمالي تؤدي مشاهدة الشلالات إلى تأثيرات مهدئة على العقل والروح، لذلك هيا بنا نكتشف أغرب الشلالات الطبيعية حول العالم وأكثرها جمالا. شلالات إجوازو تعتبر من العجائب الطبيعية وتقع على الحدود بين دولتين البرازيل والأرجنتين، وتتفق هذه الشلالات من نهر إجوازو وتمثل أكبر منظومة شلالات على مستوى العالم، ويقع الجزء الأكبر من شلالات إجوازو في الأرجنتين. وتتكون شلالات إجوازو من 20 شلال كبير وأكثر من 250 شلال صغير، ويصل ارتفاع بعض هذه الشلالات حتى 82 متر، وتمتد عبر أكثر من 2.7 كيلو متر، وتم تصنيفها في قائمة مواقع التراث العالمي مصنفة من طرف منظمة اليونسكو. ومن الروايات الشائعة عن تكون شلالات إجوازو بين السكان المحليين بأن الإله خطط لزواج فتاة جميلة من السكان الأصليين، ولكنها هربت مع حبيبها في قارب صغير، ومن شدة غضب الإله مما فعلته الفتاة قام بقطع النهر مما أدى إلى تكون هذه الشلالات. ويتراوح إجمالي الماء المنصب نحو النهر من الشلال من 1500 إلى 7000 متر مكعب في الثانية الواحدة، وهذه الشلالات تم اكتشافها لأول مرة من قبل المستكشف الأسباني ألفار دي فاكا عام 1542، وأطلق عليها اسم سانتا ماريا، ولكن هذا الاسم لم ينتشر كثيرا وظلت باسمها المعروفة به حتى الآن، وهي شلالات إجوازو. ومن أهم الأنشطة التي تميز بها شلالات إجوازو هو ركوب القطار البيئي الذي يعمل بالغاز الطبيعي لأخذ جولة شاملة حول الشلال، والاستمتاع أيضا بالنزول على المنصات الخشبية باتجاه الشلال، والتقاط العديد من الصور والفيديوهات التذكارية مع الشلال. ومن الشلالات المكتشفة حديثا في بيرو شلال أطلق عليه اسم شلال العروس، ويعتبر هذا الشلال من أغرب الشلالات الموجودة في العالم، وذلك بسبب شكله الذي يبدو على هيئة عروس ترتدي فستان زفاف وسط الجبال، ويعتقد البعض أنه أسطورة لعروس ماتت قبل زفافها، والبعض الآخر يعتقد أنه له علاقة بمباركة الزواج قديما. فعلى الرغم من تفرد وتميز هذا الشلال في العالم، إلا أنه لا يعتبر من المعالم السياحية في دولة بيرو، وذلك لأنه ما زال يخضع لدراسات حتى الآن من قبل متخصصين لمعرفة المزيد من المعلومات المتعلقة به. شلالات بيجون لا تعتبر فقط من الشلالات الرائعة والخلابة، ولكنها شلالات فريدة من نوعها في العالم، ولذلك تم تصنيفها على قائمة تضم 8 شلالات فقط في العالم فريدة من نوعها. وتقع شلالات بيجارن مغطاة بالطحالب في غابات جبال أنينا، وتشكلت عن طريق مياه الينابيع التي تصب في نهر مينيس. وتتميز شلالات بيجار بكتلتها الصخرية المغطاة بالنباتات الخضراء، ومن الرائع مشاهدة كيفية تساقط الماء الذي يمر من فوق الشلال وكأنه قطع من الماس المتساقط. وتقع هذه الشلالات في نقطة التقاطع بين خط الاستواء وخط القطب الشمالي في مدينة أوراليتا بمقاطعة كاراسبرين، ومن السهل الوصول إليها. ويعد أفضل وقت لزيارة الشلال لمشاهدته والاستمتاع بمناظره الجميلة هو وقت الغروب والساعات التي تليه. شلالات الدم هي واحدة من أروع العجائب الطبيعية الموجودة في القارة القطبية الجنوبية، وتعتبر مصدر للمياه المالحة باللون الأحمر الغامق. وتوجد هذه الشلالات بين مفوخ نهر تايلور المتجمد في هضبة ماكموردو الجافة في أرض فيكتوريا شرق القارة القطبية المتجمدة أنتاركتيكا. ويتكون نهر تايلور من 5 طبقات جليدية تنساب ببطء شديد، حيث اعتقد العلماء سابقا أن سبب هذا اللون الأحمر القاتل يعود إلى وجود نوع من الطحالب. شلالات الدم هي عبارة عن شلال ماء ملون باللون الأحمر الدموي يصب في أحد أنهار القطب الجنوبي بوادي يسمى موكاموردو الجاف. وشوهد شلال الدم لأول مرة سنة 2011 بواسطة باحث جيولوجي يدعى توماس كيرفيس تايلور، وهو أحد أهم المستكشفين في تاريخ القارة المتجمدة. واعتقد العلماء في بداية الأمر أن سبب اللون الأحمر هو وجود طحالب حمراء في المياه، لكن عام 2017 اكتشف الباحثون أن السبب في اللون الأحمر الدموي المخيف لهذا الشلال يرجع إلى وجود حديد مؤكسد في المياه يحول اللون العادي للماء إلى اللون الأحمر بسبب الصدأ. رغم تطور العلم لدرجة كبيرة، إلا أنه ما زال يوجد في الطبيعة ألغاز حيرة العلم والعلماء، وظلت حتى الآن وكأنها قوة خارجة عن الطبيعة والمألوف، وتبقى علامات الاستفهام تدور حول تلك الظواهر وغرابتها. والمثال على ذلك شلالات الشيطان، وهي شلالات تختفي مياهها بمجرد السقوط على الصخور. تعتبر شلالات إبريق الشيطان واحدة من أغرب العجائب الطبيعية التي وقف الإنسان حتى يومنا هذا أمامها دون أي تفسير مقنع. وتوجد هذه الشلالات تحديدا في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وقد حيرت الباحثين والجيولوجيين لأجيال، حيث تنبع هذه الشلالات من بحيرة سوبريور، وقبل هبوطها تنقسم فجأة وبدون أي أسباب إلى فرعين، وفرع من هذين الفرعين يسقط في النهر ويسيل بشكل طبيعي مرئي يمكن مشاهدته، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الفرع الثاني الذي يسقط في تجويف صخري احتار العلماء في سبب وجوده وإلى أين يمتد. وبالرغم من جميع أعمال الحقر التي تمت، لا يوجد أي أثر للماء تحت هذا التجويف الصخري.
الصخري والذي يبدو وكأنه حفرة إلى عالم آخر. وأطلق السكان المحليين على هذا التجويف لقب بريق الشيطان منذ القدم، حيث وجد العلماء بالفعل كثفا أسفل هذا التجويف، وعند استخدام المعدات الحديثة أثناء الغوص في التجويف وجدوا أن هذا الكهف خالي تماما من المياه. وبحث العلماء طويلا عن المكان الذي تتجه إليه المياه بعد هبوطها في التجويف الصخري، لكن كل هذا كان دون جدوى حتى الآن. وحاول العلماء وضع العديد من النظريات حول اختفاء الماء، منها أن هذه الصخور من النوع الذي يمتص المياه، ولكنهم وجدوا أنها من البازلت وليس الجير، كما أن فكرة وجود شكوك في الصخور تم نفيها تماما، ولا تزال توجد العديد من النظريات الغير مؤكدة. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك وشير للفيديو.